بحفظ الله ورعايته عاد صاحب السمو أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح إلى الكويت صباح اليوم قادما من الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك بعد أن تم استكمال الفحوصات الطبية والتي تكللت نتائجها بفضل الله تعالى ومنته بالتوفيق والنجاح، مبتهلين إلى الباري عز وجل بأن يديم على سموه موفور الصحة وتمام العافية. وكان في استقبال سموه على أرض المطار ولي العهد بدولة الكويت سمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح وعدد من المسؤولين.